أهلا بكم مشاهدينا الكرام في نشرة الأخبار الرئيسية من قناة سبعة تي في. بداية، نشرت وزارة التربية الوطنية نتائج البكالوريا عبر الأنترنت وعبر رسائل الأسماس لمتعاملي الهاتف النقال الثلاث. جاء هذا بعدما أعلن وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بالعباد أن نسبة النجاح في شهادة البكالوريا وطنيا بلغت 54.56%. وبالمناسبة بودي أن أقدم تهاني الحارة لكل من مريم رابحي، غنبزية نادية ليليا، وكل من أميمة وهناء حجاج بمناسبة فوزهم بشهادة البكالوريا، فألف مبروك لكل الناجحين. التقى رئيس الدولة عبد القادر بن صالح قبل قليل أقول طاقم المنتخب الوطني، وهذا في إطار تحفيزهم لخوض المباراة النهائية لكأس أمم إفريقيا بمصر أمام نظيره السنغالي. هذا وقد وصل صباح اليوم عبد القادر بن صالح إلى مصر، وكان في استقباله رئيس جمهورية مصر عبد الفتاح السيسي. أمر اليوم الخميس المستشار المحقق لدى المحكمة العليا بالجزائر العاصمة بإيداع عضو مجلس الأمة ووزير النقل الأسبق عمار غول رهن الحبس المؤقت بسجن الحراش. وقد تمثل عمار غول أمام المستشار المحقق صبيحة اليوم بصفته وزير النقل الأسبق للاستماع إلى أقواله في التهم الموجهة إليه في إطار القضيتين المتعلقتين برجلي الأعمال علي حداد ومحي الدين تحكوت. المزيد في هذا التقرير. عمار غول، من منا لا يعرف هذا الشخص المربوط اسمه بعدة ملفات فساد؟ هذا الشخص الذي لطالما طالب الحراك الشعبي بمحاسبته، جاء اليوم دوره. وأي دور؟ حيث لحق بزملائه في النضال السياسي أحمد أويحيى، جمال ولد عباس، وعمار بن يونس القابعين بسجن الحراش منذ مدة، أين باشرت النيابة العامة لدى المحكمة العليا بإجراءات المتابعة القضائية ضده بصفته وزيرا سابقا في قضايا فساد. وتم متابعة عمار غول في قضيتي كل من رجال الأعمال محي الدين تحكوت وعلي حداد. هكذا ينفرط عقد تحالف الرئاسي وتبعثرت حباته، ومثلما اجتمعوا لخدمة بوتفليقة انتهى بهم المطاف إلى سجن الحراج. من كان يظن ولو لمرة واحدة أن نهاية أعضاء التحالف الرئاسي الذين كانوا يعيشون في أبراج عاجية مليئة بالبذخ والرفاهية ستكون بسجن الحراج مع المجرمين؟ هو الله يعز من يشاء ويذل من يشاء. لأيحيى ولد عباس غول وابن يونس وأمثالهم نقول: إذا كنتم تعبدون بوتفليقة فزمن بوتفليقة لن يعود. إذن زعمت جريدة لو باريزيان الفرنسية بأن المنتخب الوطني هو صناعة فرنسية خالصة. في مقال مثير نشرته اليوم عشية المباراة النهائية لكأس إفريقيا لكرة القدم التي ستجمع محاربو الصحراء مع أسود السنغال غدا الجمعة بمصر، الأمر الذي أثار جدلا واسعا وسط الشارع الجزائري، خصوصا وأن فرنسا كدولة بنتها الجزائر والتاريخ لا يرحم. تفاصيل أكثر في هذا التقرير. بخبث ومكر شديد وواضح وفاضح اختارت الجريدة الفرنسية لو باريزيان توقيت نشر المقال ومضمونه بدقة متناهية، بغية التأثير معنويا على الخضر والادعاء بأن الفضل في بلوغ المنتخب الوطني إلى نهائي كان 2019 يعود إلى فرنسا التي كونت معظم لاعبي الجزائر. لكن يبدو أن هذه الجريدة الفرنسية خاصة وأن الفرنسيين عامة نسوا أو تناسوا عن قصد وعمد بأن أفضال الجزائر على بلادهم كثيرة لا تعد ولا تحصى. ولمن لا يعلم فإن قوة فرنسا الاقتصادية جاءت بفضل البترول الجزائري. تم اكتشاف البترول في العجيلة وحاسي مسعود جنوب الصحراء عام 1956، وتسبب البترول في تأخر موعد استقلال الجزائر بسبب سعي فرنسا بكل قوتها السياسية والعسكرية إلى تمديد غزوها الاستعماري لضمان البترول الجزائري. وبهذا استطاعت فرنسا أن تحقق هدفها الجزئي باستمرار ضخ بترول الجزائر إليها عبر اتفاقيات إفيان في مارس 1962. حتى برج إيفل الذي بني قبل 130 عاما واكتمل بناء
ولاؤه في 31 مارس 1889، واعتبر في ذلك الوقت أطول مبنى صناعي في العالم ب 324 متراً، تم إنشاؤه ب 1100 طن من الحديد الجزائري المنهوب والمستخرج بالكامل من منجم مدينة الونزة بتبسة، سرقته فرنسا من الجزائر عام 1889، أي حوالي 30 سنة بعد احتلال فرنسا للجزائر. وحتى إنجازات الرياضة الفرنسية عامة وكرة القدم خاصة كان الفضل فيها للجزائر، ففرنسا فازت بأول كأس عالمية لها بفضل الجزائري زين الدين زيدان سنة 1998. كل هذا ناهيكا عن النسبة الخيالية للجالية الجزائرية المتواجدة بفرنسا بكل ربوعها مارسيليا، ليون، ليل، نيس والعاصمة باريس، والذين يكتسحون كل القطاعات الصحية والعلمية والثقافية بفرنسا. إذن فالصحيح هو أن فرنسا هي التي صنعت في الجزائر. قامت شركة ألجي الجزائر بحملة تنظيف شملت غابة باينام، وهذا في إطار المسؤولية الاجتماعية وللتحسيس ضد حرائق الغابات. الزميلة سهيلة أشرف زارت المكان وعادت بالتالي. هنا بغابة باينام بالعاصمة وتحت شعار التقليل من النفايات يساوي التقليل من الحرائق، قامت شركة ألجي الجزائر بمبادرة حملة تنظيف الغابة بالتعاون مع عدة فاعلين. Le but est de faire la stratégie d'Alger. D'ailleurs, Alger partout dans le monde, chaque Alger de chaque pays, il dit au cet événement justement pour appuyer l'idée d'Ahmadi, les appareils Alger amis de l'environnement. نعود نحيو هذه الغابة، هذه نعود نحيوها في عند المجتمع. حملة اليوم هي حملة تنظيف مقامة على مستوى جزء من غابة باينام. الغاية منها تنظيف هذا الجزء من النفايات المتراكمة. هي مبادرة غايتها التنظيف والتحسيس ضد حرائق الغابات، الهدف منها هو الحفاظ على البيئة والمجتمع. الهدف منها هو تنظيف قطعة من واحدة من أكبر غابات الجزائر العاصمة وهي غابة باينام، وكمرحلة أولى. المرحلة الثانية كانت هناك عملية تحسيس للحضور وخاصة أشبال الكشافة الوطنية. جميع هذه الفاعلين عندنا متواجدين اليوم معنا من أجل إنجاح هذا اليوم التحسيسي. الغابات هي تلك الرئة التي يتنفس بها كوكب الأرض، فالحفاظ عليها يستحق المزيد من التوعية والتحسيس. سيكون المدير الفني للمنتخب الوطني جمال بالماضي على موعد هام، خصوصا وأن الأمر أقول متعلق بمواجهة ابن حيه بباريس أليو سيسي مدرب المنتخب السنغالي في المباراة النهائية بكأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها غدا الجمعة بين المنتخب الجزائري وناظره السنغالي على ملعب القاهرة الدولي. تفاصيل أكثر في هذا التقرير. عندما يتبادر إلى الأذهان موقعة النهائي، فالصراع الأبرز يكون بين أبناء الحي الواحد الواقع ضواحي باريس، أين كانت الخطوات الأولى لجمال بالماضي وأليو سيسي في عالم المستديرة. مدرب الخضر الذي يصغر زميله بيوم واحد فقط تفوق عليه في المواجهة الأولى بينهما بهدف دون رد، لكن المباراة النهائية مختلفة باختلاف مشوار كل منهما سواء كلاعبين أو كمدربين. فوسط ميدان باريس سان جيرمان السابق صال وجال في الملاعب القطرية وحقق 8 ألقاب مختلفة بين نادي دحيل وكذا المنتخب القطري، ليصنف ضمن أحد أفضل المدربين في تاريخ قطر. في الجانب الآخر نجد أن المشوار التدريبي للمدافع السابق لليل الفرنسي اقتصر على المنتخب السنغالي الذي قاده إلى نهائيات كأس العالم 2018 بعد قيادته له كلاعب سنة 2002. إذن الصراع سيكون على أشده بين المدربين الصديقين، فلمن تكون الغلبة على المستطيل الأخضر؟ سؤال تكون الإجابة عنه مساء هذه الجمعة. إذن بهذا وصلنا إلى نهاية النشرة، شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة، سهرة ممتعة، شكرا.